مرحبا معكم سام كورجين ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تعليم ادوبي بريمير. اليوم حنتعلم كم شغلة بس هيك بتخلينا نشتغل صح وكون ماشيين صح. هلا بعد هاد التوتوريالز اللي كنا عم بعطيكم اياها، انا ماشي بالبروجكت بعده نفسه يعني، ففي اشياء تلخبطت. خلينا نحن ما نفوت بانه نحن نعجق البروجكت لحتى تكون نفسيا مرتاح انت عم تشتغل وما تضيع انه مثلا هذا الفيديو لوين وهذا شو هذا ما بعرف شو. خلينا نرتب وراح لكم كم شورت كات، خليكم معي. خلينا نغوص هلا بالادوب بريمير. فمؤخرا نحن تعلمنا كم شغله، هذا البروجكت كيف صار شكله، فبدي اشوفه عن بعيد. بكبس هذه كبسة السلاش، بشوف البروجكت من اول هون لاخره. ففي عندي هذا الفراغ، اكيد بكبس هون وديليت، برجع كل شيء للاول، يعني بنقل للاول، سوري مش برجع، بنقل كل شيء للاول. يعني بالملخص مثل ما قلت لكم، هيدي الفراغ فيني امحي لما اعمل سيلكت وديليت. اوكي، هلا في عندي هون بالبروجكت في اشياء هيك عشوائيه، فما بحب هالاشياء. وخلينا مثلا نرتب، بعمل بعلم على هيدي، بكبس كنترول، بعلم فيني احط كمان هذا الشيء بفولدر. خليني اقول لكم انا كيف بدي كيف بشتغل البروجكت. انا ما بشتغل بهالطريقه، خليني افصل، بعمل نيو بن يلي هو فولدر جديد، خليني اسمي هذا فيديوز. طيب، وخليني اعمل فولدر جديد بدي اسميه هذا سيكونسز. فيني اذا عندي ساوندز او شيء هيك، ساوند افكتس او شيء، بعمل نيو بن وبكمل. هلا هون بالفولدر الفيديو فاضي ما في شيء، وبالسيكونسز ما في شيء. هلا الفيديوز مثلا عندي هالفيديوز فيني احملهم وحطهم جوا، بس ما راح احطهم جوا لانه كمان في عندي فيديوز هون. هعمل لكم انا كيف بدي اشتغل. عندي هذا الكات سيكونس، خليني احطها برا. كيف بدي احطها برا؟ فيني امسكها و طريقة هيك حطها برا هون، فصارت بعيدة عن الفولدر، يعني مش بقلب الفولدر. فهذا الفولدر هون بيحتوي فيديوز نسميه مثلا، سمينا 01 او اي شي كان. هذا الفيديو، هول الفيديوز خليني اعمله بفولدر. ففي هيك شغلة سريعة، يعني فيني اعمل هول سيلكت دراج اند دروب بفولدر، بنحطه بفولدر وبيعطيني هون الرينيم تبعه. خليني نسميه هذا مثلا مزار، انتر. هيك بكون خلصت. بعمل سيلكت هول مع الكنترول فولدر اللي فوق، بمسكهم دراج اند دروب فيديوز للسيكونس، خليني اعلم هول حطهم بالسيكونس. هيك انا بشتغل. اذا ما بشتغل هيك خلص بضيع وقت مني، يعني انه انا مثلا بدي فتش على فيديو او وين هدفه، برجع بطلع بعمل سكرول. يعني خليني مثلا افرجيكم اذا انا بالفيديوز محل هون وكل شيء معجق. يعني افترضنا البروجكت هيك، فانا اذا بدي فوت على فيديوز او فيديو معين ما، طب انا هيك بضيع اذا كانوا كلهم طوشرين برا. هلا هيك مرتبين، انا ماني ضايع. فشوفوا ما اسهلها اذا انا مثلا كل شيء بفولدر. مثلا بدي فيديو، هذا الفيديو، شو الفيديو اللي بدي اياه؟ مثلا الفيديو اللي بقلب المزار هي موجود، او بفيديو ما مثلا انا اكون مسمى الفولدر هون، عارف حالي شو مسمى، شي لاندسكيب، فعندي اياهم موجودين هون. اذا بدي لقطة صغيرة من اي فيديو، فيني مثلا انا اكبس هذه الكبسة وارجع اشوف هون. فيني انا مثلا خلص انه اكبس دبل كليك، بيعطيني البريفيو تبع هذا الفيديو، بشوف هذا شو هيك. يعني ما يعني شغلة هالثانية اللي بدي اياها حافظ اي فيديو منهم فبشتغلون. لربما اذا كنت انت مستلم داتا من حدا بدك تعملون اديتنج، فعندك القرار او الخيار انه انت تشتغل على الثامنيل هيك، فبتشوف بالفيديوز مون مطرح بدك تعمل بريفيو بهالشكل هيدا. هلا كيف اني ارجع لورا؟ في كتير ترجع من هون، وفيك مثلا بالبروجكت ديتوريال، بس انا بحب الثامنيل فيو. خليني رجع كل شيء هيك، هو البروجكت نفسه هون
مفتوح مرتين، لان خليني اسكر هيدا وبسكر هيدا، لانه عم اذا بحال انا بدي فوت على فيديو دبل كليك على الفولدر مثلا بيفتح تاب لوحده. خليني اكبس دبل كليك الفيديو، فتح تاب لوحده. اذا بتلاحظوا هون ما بحب الثامنيل، خليني ارجع للليست فيو، بيفتح تاب. فاذا بكبس دبل كليك عم بفكون عم بفتح تابز انا، فبدي ارجع لورا لورا، بصير انا عندي اثنين بروجكت. ففضل انا حتى ما ارجع اسكر كل هول، فضل انه انا مثلا بشتغل اروز هيك، يعني عارف حالي انا شو حاطط وشو بعمل. طيب هيك انا رتبت. خليني مثلا هلا لكم شغلي انه بالادوب بريمير اذا مثلا بدي خلصت، خليني لكم شغلي انه انا مثلا عندي فيديو بكذا شابتر، عندي مثلا فيديو عبارة عن 3 شابترز. اول شابتر مثلا المزار، تاني شابتر لاندسكيب. خلينا هلا بشكل سريع من ايش اللي تعلمناه هون قبل رح نعملها هلا مع بعض وذكركم فيها بنفس الوقت. انا حاط مشاهد لاندسكيب، شوفوا ما اسهلها ليكو ليكو. انا بدي هلا هيك يعني ثاقبت انه بدي اعمل هالشي، فعارف حالي انا بالفيديوز 1 لاندسكيب رحت لمحل ما انا بدي لاندسكيب، فهول الفيديوهات كلهم بدي اياهم، بدي بمسك الفولدر وبحطه هون ليكم اسرع. انا لما اقول لكم شغله خليني عن جد عن جد تتابعوني، لانه مرات بكتير اشياء وجربت كتير اشياء وعرفت اي الاسهل منهم. الترتيب كتير بيوفر وقت، تكونوا مرتبين فصدقوني بتشوفوا الوقت بين ايديكم، خلصتوا كتير اشياء بوقت قصير. ما بدي اطول بالحكي كتير، تبعوا هيدي، ما بدي تتبعوا مثل ما انتم بتشوفوا، ما عم بجبركم، بس بكره حتشوفوا ليش انا مصر تشتغلوا هيك. مهم هلا خلينا انا حط اعمل مثلا شيء سريع ولايك الشورت كاتس اللي انا بشتغلهم، يعني حاشتغل هلا انا كيف انا بشتغل بشكل سريع. حتقولوا سامر سريع بالاديتنج، ايه لانه بشتغل شورت كاتس وبشتغل انه بشكل مرتب. خلينا بشكل سريع يعني هلا هيك انا قطعت بشكل سريع، بشكل انه يعني فيني استغنى عن فيديوهات وفيني شيلهم. هلا حنمحي فيديوهات قدام عينكم كيف بشكل سريع مثل ما تعلمناهم سابقا. شوف شو صار معنا هلا، خلينا نعمل بلاي. اوكي منا عاطلين، يعني فينا مثلا نضيف موسيقى، خلينا نشتغل على الموسيقى. مثلا سامر بدك تعمل امبورت للموسيقى، دبل كليك خلينا نشوف موسيقى هلا. وين نشوف موسيقى؟ خلينا بالداونلود. اوكي هلا رجعنا عملنا كات لانه اخذ معي وقت شوي لحتى نقعد موسيقى. فهذا الموسيقى اللي عم بستعملها، فيني اعمل دراج اند دروب هيك، او فيني خلينا ارجع كنترول زد، فيني بشكل سريع دبل كليك بيفتح عندي الويف فورم تبع الموسيقى هيدي، وبقدر مثلا من خلاله اسمع انا وين بدي احط او من وين بدي بلش الموسيقى. خليني مثلا من هون، اوكي هلا الموسيقى مثلا سامر كيف عرفت انه هون في هون بلش الموسيقى؟ هلا بتعرفوا الشكل بعدين بتكتسبوا الخبرة، انه بعدين بتلقطوا كل شيء بتقروه هيدا. مثلا الموسيقى بتقراها اكيد مش المعزوفة والنوتس وهيك، بس بتعرف ان الموسيقى كيف بلشت وخلصت. هول هيك بيسكت هون برجع بيعلى، يعني بتعرفوا انه هون في الانترو تبعت الميوزك، هون دخلتها، هون في البيك داون تبعها برجع بيعلى برجع بيوطى برجع بيعلى هيدي الموسيقى. فخليني ابلش مثلا من هيدي النقطة. اوكي لحتى هلا نقل الموسيقى بشكل اوضح او اداء، في بالكيبورد بلس نعمل زوم ان، خليني مثلا نقل الموسيقى من هون بسمعها فيك بس سبيس. اوكي خليني نبلش من هون. تمام هلا هذا الشورت كات اللي بالكيبورد، فيني مثلا نبلش الموسيقى من هون، بعملها مارك ان، خليني اعمل كنترول زد. بدي اشتغل الشورت كات يلي هي اي،
وبدي اعمل زوم اوت شوي، خليني احطها للاخر بعدين بقصر منها. او يلي هي اوت مارك اوت، صار عندي انا الموسيقى من هون لهون، ما بسحبها من هون بسحبها من هون. شفتوا هيدي الايكون يلي هي الويف فورم، معناتها هيدي دراج اوديو اونلي. بكبس عليها وبحملها وبحطها هون. تمام، هلا هون مثلا اشتغلت حطيت اوديو مع الفيديو، هلا الاوديو مع صوت الفيديو مع الفيديو، خلينا نشوف شو بصير او شو النتيجه. طيب خلينا حتى نشتغل صح بهالموضوع. الصوت تبع الامبيانس تبع بالفيديوز مش مترابطين مع بعض، مش متماسكين مثل بعض، او ما في اندماج بيناتهم. خلينا انا اعمل تريك كمان بشتغل بفيديوهاتي، خلينا نقي حسكت هيدا. هلا هون بالاوديو حنتعلم شيء جديد، انه انا اعمل ميوت لهيدا، بدي على التايم لاين، ما بدي امحي مثلا وارجع اعمل بلاي وكرمال انه انا اسمع، ما فيني اعمل هيك. كنترول زد على هيدا اللاير هون بيجي الاوديو 2 يعني، في ام بكبس ام بعمل ميوت، ف ام معناتها ميوت، فكل شيء بهاللاير ما بسمعه. فخلينا نعمل بلاي تشوفوا تتاكدوا. تمام، ام ميوت. فيني شغله تانية بحال اذا عندك مثلا كتير اوديو تحت ما حتعمل ميوت لكل وحده، بدك وانت بدك تسمع بس وحده، في هذه الاس معناتها هي السولو، اس سولو تراك بينت. فيني بس اكبس على الشيء اللي بدي اسمعه بس، بهذا الاس بكبس على اللاير اللي هي انا بدي اسمع هذا الاوديو تبعون الفيديوز، فبدي اعمل بلاي لاتاكد انه حكي صح. اوكي خلينا نجرب الموسيقى حتى نفكر انه تمام. وفيني اعمل اثنين تراك سولو بشتغلهم مع بعض. اوكي بس اعمل لكم كم شغله، فبعمل سولو لللاير اللي انا بدي اسمعها او ميوت لتاني لاير، بس انا بخلص اذا بدي اسمع لاير وحده بعود حالي اعمل سولو، فبعمل سولو. هون في حكي، حدا عم يحكي حدي. خلي حامحي. كيف بمحي يا سامر؟ علمتكم سابقا بتكبس Alt Select Delete. بسمع الاوديو تبع الفيديو التاني. اوكي الاوديو تبع الفيديو التاني ما فيه شيء، بس الحسات التالت انا هون هيك انا عم رواق ما في شيء، فخليني امحي كل شيء فيديوهات. في شو فيني اعمل؟ Alt بكبس على الاوديو ديليت. فيني كمان Alt وبعمل سيلكت بهالطريقه الاوديو هون ما بدي اياه هون بمحي هون. هلا هون في شغله انه انا بدي هذا الاوديو يعني فوتو امبيانس للفيديوهات كلهم. شو بعمل؟ تعلمنا سابقا سامر قالنا عنا هو انا بكبس Alt ودراج من طرف الاوديو وبكبره. هلا هون ما عندي مجال كتير، هلا انا جايكم بتريكس عم بقلكن عم بشتغلها انا، فقد ما بتوصل بخليها توصل. وكمان نفس الشيء دلني كابس Alt وبزيح قد ما توصل. تمام، صار عندي اوديو لهذا الفيديو يلي هو انا قاص منه شوي من هون شوي من هون بهالمقدار هيدا. فالمهم بدي الاوديو يعبي هذا كله. طيب ركزوا معي كتير منيح، في اشياء تريكس بتصير قبل ambience sound، انه انا هون مقابل البحر والصوت واحد يعني عم يتكرر، خلينا نسمعه ونتأكد. طيب انا بدي خليه يتكرر هذا، شو بعمل؟ هلا اذا انا بكبس Alt وبكبس على الاوديو بتعلم لوحده، وبدي زيح يعني انا شلت ايد عن الالت هلا بزيحه للاول. تمام، هلا بيعطيني هيدا الرقم
معناته انه هذا الاوديو ماينس ثانيتين عن هيدا. بس هلا هذا الشيء ما بيهمني لانه منه ريليتد، ما في حدا عم يحكي ليبسينج. هلا اذا حدا عم يحكي ومصور وعم يحكي وعملت الطريقة اكيد غلط، لانه الصوت حيسبق الصورة بعدين. فهالطريقة بعمله للامبيانت، للامبيانت ساوند. والتريك هون شو بعمل؟ بكبس الت وبدلني كابس الت، وبرجع بعمل سيلكت وبدلني كابس على الاوديو وبعمل دراج لليمين. فشو بصير عندي هون؟ دوبليكيت، يعني بعمل كوبي بيست بطريقة سريعة وبشيل ايدي عن الماوس، صار عندي هذا الاوديو نفسه هو هذا الاوديو مرتين، بس هذا منفصل عن هذا. طيب شو التريك يا سامر؟ حقلكن شو تعملوا. هذا الاوديو مثلا خليني فوتو لجوه، يعني حطيناه هون، وبنفس الوقت كمان مرة تانية بكبس الت وبنفس الوقت بوصله لهون وبشيل ايدي. طيب صار عندي هلا امبيونس بهالشكل، يعني عندي اذا بسمع هلا بسمع اطشيط، بس خليني نشوف شو صار معنا من الاول فيديو بلاي. اوكي هلا يعني سموث اذا تركناه هيك، بس خلينا نعمله سموث اكتر لحتى يكون مور بروفيشنال. اذا حدا عم بيسمع وبدقق فممكن يكون هذا الصوت هلا ثابت انه بيقدر يركب على بعض، بس انه في اصوات تانية يكون في خلل. شو بعمل انا هون لحتى اعمل هيك فيد للصوت سريعة؟ تعلمناها قبل، تذكروها. كنترول بدلني كابس كنترول وبالسلكت هيك بهالشكل هيدا، بشيل ايدي عن الماوس، بصير عندي هذا المعلم هون احمر على الكات. فالفيد تبع الصوت يلي هو كنترول شيفت دي طبق الفيد تبع الصوت. فهلا اذا بسمعه بلاقي سموث وما حدا بيغبر على شو عملت انت. بتكبس سبيس، كتير سموث الصوت. واوقات اذا كان في صوت سيارة، صوت زمور مثلا بيعمل باون، فبدأ تعديل مش غلط ترجع تعدل، بس تعرف انه كيف تشتغلها هيدي التريك. فنحن عملنا صوت امبيانس للفيديو كله بشكل واحد، وفيك تجيب اشياء امبيانس خالص خالصة يمكن، بس يعني تحط هون الصوت مثل ما انا حطيت الصوت هون. هلا حجربه مع الصوت الميوزك اللي حطيتها، حشيل السولو عنه واعمل بلاي. اوكي هلا بشكل سريع عملنا شيء. هلا منه عاطل، وتاكدوا بعدين حقلكم كيف تشتغلوا على الموسيقى بشكل سريع، وحاعطيكم تريكس وحاعطيكم اشياء ما حتتوقعوها. فشوي شوي تمام. هلا عم نتعلم وبكره حنتعلم اكثر. هلا نحن عملنا شابتر تاني. طيب خلينا نحن نعطي كات هون. فكيف الكات السريع اللي بده يعمله سامر؟ بكبسه دبليو، بس كبسه دبليو هلا ما حتمشي ليه؟ لانه هيدي مطفيه. ففيني اكبس عليها ودبليو بتروح. في شغلة تانية، خلينا انا مثلا كنترول رجع شوي المطرح ما كنت، خليني اعمل شي سريع بدون ما اكبر. رجع اكبس هون وهيك، فيني اعلم على الصوت. في عندي الت كي، سوري كنترول كي، عفوا كنترول كي. هذه السبلت، يعني بعمل سبلت سريع يلي هي اذا بعمل كنترول زد يلي هي ريزر تول هون، بعمل كات هي نفسها. فبشكل سريع انه خليني كنترول زد، بس بدي اعلم على الاوديو اللي بدي اعمل كات، كنترول كي، وبدون ما اعلم هون خلاص برجع بجهدي الديليت. طيب هيك انه سريعة انا عم اعلمهم اشياء تانية واللي انت بترتاح له. وفيك خلينا كنترول زد، فيك من اول البروجكت تضوي كل شيء ازرق، وبس انتبه انه لما تعمل كات مثلا لهون بدك تروح بس هيدا
وانت معلم على الازرق كلهم هون، فحيروح كل شيء حتى هذا اللي فوق. انتبهتوا؟ ما راح اللي هون ليه؟ لانه بياخد البريمير حيقطع من هون لهون. فاذا بتلاحظوا هلا هذا الشكل حيضل. حعمل اكس دبليو، شفتوا؟ لانه الاوردر اللي اخده بيفهم انه انا بدي اقطع من هون لاخر اخر شيء بشوفه بهذا المطرح مضوى اخر بارت. فاذا بطفي انا هذا الفيديو هون بيكبس دبليو، فما حيعمل غير كات لهول كلهم. طيب ما فهمت علي، خليني مع ادا كتير ورجع شوي هيك. طيب خليني هول طفي هون. طب حعلمكم شغلي هذا سريع انه اعطيها مبكرا. هلا اذا كانوا كل شيء مضويين وانا بدي اطفي كل شيء، شغله سريعه بقلكم اياها، بكبس شيفت وبكبس بتطفي كل شيء. طيب خلينا هلا نحن نستعمل الكنترول كي. انا علمت على هيدي كنترول كي، بمحي قبل منه وبعمل فيد سريع، بكبس عليها كنترول شيفت دي، اسرع من هيك ما في. هلا هون حتى يكون شغل حلو بدي اعمل كمان فيد ان وفيد اوت لهول. ففيني مثلا علم سيلكت لهم كلهم هول واكبس كنترول شيفت دي، حتى لو هول مثلا مش موجودين حيطبق الفيد. فكنترول شيفت دي بيعمل لي كل شيء علمته ان كان هولي انكلودد بالسيلكشن، يعني هولي من ضمن السيلكشن كتات، فبيعمل كل شيء بشوفه فانه يعني كات بضي طب الترانزيشن. فهيك انا بحمي حالي انه عندي فيد، يعني يفوت الصوت بشكل ناعم وبيخلص بشكل ناعم. فصار عندي شابتر. تمام انا دايما بعطي الصوت بعد الفيديو بشوي كرمال خلي الصورة تسبق الصوت. وبدي اهم شيء كمان هون في فايد للصورة. هلا اذا بعمل هيك نفس الشيء كنترول دي كمان بطبق على هول كلهم سوا. فانا ما بدي اطبق على هول، خليني اطبق بس على طرف. بما انه هذه مضوية بكبس كنترول دي هون وكنترول دي هون. تمام وبفيني بشكل سريع حتى اذا ما بدي اجي على الكرسر هون بكبس كنترول سيلكت هيك كنترول دي وعلنا هالطريقة. كمان هون نفس الشيء عم بعطيكم شورت كاتس، عم تستفيدوا منيح من وراي. بس انا مبسوط. طيب هيك بهالوقت بهالشيء اللي عملناه خلينا نعمل بلاي نشوف. طيب في فايد للصوت واضح، خليني مثلا اعمله بشكل احلى وسينيماتيك اكتر بما انه نحنا شغلنا سينيماتيك. لح اعمله خليني اطول شوي النهاية اذا كانت للاخر، فانتبهوا انا مش بالاخر يمكن. خليني اتأكد من alt وزيح هاي، ها في بعد منه. طيب خليني ما افترضنا انه هولي كلهم على الاخر، ما بدي لانه المشهد شوي يمكن ما ظابط لانه نهايته لوقت الكاميرا وهالامور. فاذا كان الفيديو على اخره ما في شيء بعده، افترضنا انه هون في بعد فيديو بس الكاميرا لاقوا شوي او لوقت ما حل بنحطها، فلح يصير انه باخر الفيديو انا حطول الوقت تبع الترانزيشن او الفيد خلينا نقول ومع الصوت، وبنفس الوقت الصوت خلينا اعمل له طول الفي تبعه وخلينا اعطيه شوي وقت بعد الصورة. فهيك شوي سينيماتيك، او انه هيك بطريقة بنسميها سينيماتيك، بطريقة انه اجمل لانه الواحد يشوفه ويسمعه. خلينا اعمل بلاي وشوف شو صار. اوكي طريقة سموث. بس الشي اللي بدي اقلكن اياه اللي قلتلكن اول شي عنه انه انا عندي شابترز بدي اشتغلهم. ف بعمل زوم اوت، فافترضنا انا هذا اول شابتر مثل ما قلتلكن انه مزار تلاميذ يحيى فن
وعندي هذا تاني شابتر لاندسكيب. تمام، هلا الرابط بيناتهم في فراغ هون، فيني مثلا اعمل سيلكت لهون مثلا، رجعوا لمطرح ما انا واقف هون، فينا نعمل هلا فينا كمان هون ما نعمل فيد اوت مثل ما قلت لكم، كنترول وكنترول دي وعيلته. هلا هالشي سريع يعني، ما تفكرون انه نحن عملنا ادت وخلصنا، بس هذا الشيء يعني بيكون احسن، بس هذا ديتوريال. فالشيء اللي بدي لكم اياه انه انا مثلا خلصت شابتر، ما بدي اشوف هيك اللبكه كلها وشو شايف هون، فين اعمل سيلكت رايت كليك نست، فبسمي هذا مثلا شابتر 1. فبهالشكل رتبنا الامور، يعني الفيديو اللي طالعين فوق بعض هول صاروا بلاير وحده. نفس الشيء رقم 2 هون، هلا هون فيديو بنعمل نسميه نست، سوري نكبس نست نست، وبطلنا نعرف نحكي شابتر 2. تمام، هلا صار فيني انه مثلا نشوف اشي هون، هلا حتى احمي حالي كمان انا لما اكبس، فما بكون هون لينك مع بعض، فيني اعمل هولي لينك او جروب، فخليني انا اعمل جروب. فكيف ما كبست ببين. وهون الحلو انه مثلا بدي اعدل بالشابتر 1، فينا اكبس دبل كليك بيفتح لي بس هذا الشيء. فطبيعه الناس هو بيعمل سيكونس، بيعمل سيكونس على اللي اشتغلته انت، فبتشوف هون على جانب على البروجكت انه هذا الشكل، احفظ هذا الايكون، هيك الشكل الايكون تبع اللاير هذا هو هذا سيكونس، وحتى هون فتح لي سيكونس. فبتنقل بالسيكونس بهالطريقة هون، فعندي هذا السيكونس تبع الكات يلي هو هون، وفيني حتى من السيكونس ديتوريال بيعطيني اياه هون. يعني حتى اذا في اشي مش موجود، مثلا عندي انا كات ديتوريال 2 شابتر 1، في عندي شابتر 2، بدل ما مثلا روح على ديتوريال اكبس دبل كليك، فيني مثلا بشكل سريع اذا كنت انا موجود هون دبل كليك هون بيفتح لي الشابتر 2 وشو موجود بقلبه. فهذا الشكل سريع. مهم انا قلت لكم عنه مثلا ترتيب، اذا كان عندكم مشروع تخرج للطلاب مثلا، افترضنا انت طالب جامعي وعندك مشروع، اكيد السينيور بروجكت بده يكون كبير وشو اللي تعلمته، او عندك مثلا شيء بروجكت مهم، خلينا ما نكبرها ونضخمها، انه انا بدي ارتب، فبعتمد هالطريقة. شابتر 1 خلص، خلصت شغله ومية بالمية تمام، لانه الشابتر مثلا بالدوكيومنتريز فينا نعتمد هالطريقة، فبشوفهم بهالشكل. طيب هلا وصلنا لاخر الحلقة، واللي تعلمناه هون اليوم عن جد كتير مهمين، يعني انه انت كيف ترتب البروجكت تبعك كتير مهم، كرمال انت تعرف حالك وين حاطط اغراضك، وين حاطط صورك والفيديو الصوت، اذا كان في فويس اوفر او موسيقى، خلينا نقول خلصت شابتر بدوكيومنتري عم بيشتغلوا، او اي شيء مثلا فيلم او هيك، خلصت الشابتر بدي اشوف هاللبكه كلها انزعجت، شابتر بطريقه رايت كليك، بعد السلك كلهم رايت كليك نست، طريقة كتير مرتبة. والالت مع الكليك في لدى استخدامات كتير مثل ما عملنا بالتريك اليوم، فما بدي طول اكتر من هيك. حدلني انا متواصل بتعليم، وبعد في اشياء كمان كتير حاكتفي اليوم بهالحلقة، ولهون بدي اختم هذه حلقة التعليم، وما بدي اذكركم بسبسكرايب لايك شير كومنت حتى اقدر اكمل، ودعموني حتى ادعمكم اكثر كمان، مش وحده بوحده بس، يعني خليني اشوفكم بحلقه جاي. باي.